مشيت على البحر وعايز تاكل حاجة حلوة، لازم تيجي وتزور حلواني كناليس. معانا ومعاكم مدير حلواني كناليس الأستاذ هاني أحمد، بنرحب بحضرتك. أهلا، منورت اسكندرية. أهلا بحضرتك. أنا أول ما دخلت يا أستاذ أحمد حسيت إن أنا فعلا في عالم تاني أو في دولة تانية، حسيت إن أنا في فرنسا. في البداية عايزة أعرف يعني إيه كلمة كناليس؟ كناليس هي قطعة في فرنسا، احنا خدنا الاسم التريد مارك بتاعها وعملناه هنا جوه الاسم جوه اسكندريه، بحيث ان احنا نوصل الكونسبت ده للجمهور والكلاينتس الاسكندراني، ان هو مجرد ما يخش عندنا يحس فعلا ان هو جوه اسكندريه، جوه فرنسا، من حيث المقابله، الاتموسفير، المكان، الديكوريشن، بنحاول نوصله فعلا ان هو في حته من فرنسا. فعلا ده الاحساس اللي جالي، يعني انا اول ما دخلت شفت طبعا برج ايفل شفت الكالرز البرايت الجميله، الالوان الحلوه الجميله، شفت كمان الميوزك. طبعا احنا قافلين الميوزك دلوقتي عشان الصوت، بس الميوزك كانت هايله جدا، مريحه للاعصاب جدا. كمان الاصناف المقدمه مختلفه تماما وتحفه بجد. يعني انت لما تيجي اسكندريه لازم تزور الحلواني كناليس، لان فعلا هتمر بتجربه مختلفه تماما. دايما الحلويات بتغير الاتموسفير بتاع الانسان وبتديله احساس حلو، هتحس الاحساس ده لما تيجي كناليس. بالنسبه للمكان والديكوريشن، هل حضراتكم كنتوا متعمدين تعملوا الالوان دي؟ طبعا احنا تعودنا دايما ان احنا بروجكت زي ده بنوصل معلومه معينه او بنوصل فكره معينه او كونسبت معين بنوصله للناس، بنحاول نوصله بتفاصيله وديتيلز. فكره الديكور هي جت من اونر المكان، كان في فرنسا ورجع بحاول يطبق نفس الديكوريشن هو بحيث ان هو برضو يوصل لحضرتك ان هو فعلا في فرنسا مش في اسكندريه. وحاولنا نختلف بيها فعلا، لان طبعا حضرتك عارفه المنافسه في اسكندريه كبيره جدا جدا بالنسبه للكارير ده، كارير الباتري فعلا منافسه كبيره، فاحنا حاولنا نختلف شويه عن الاخرون بس مش اكتر من كده. طبعا التنافس الشريف بيبقى حاجه جميله جدا وبيطلع اجمل ما في كل انسان. يعني لما بيبقى في تنافس انا بحاول ان انا اثبت وجودي ونجاحي، فبتعب اكتر واكتر واكتر. فطبعا ده التنافس الرائع ده في الاخر طلع لنا تحفه زي حلواني كناليس. طيب هو حضرتك قلت لي ان كناليس دي اسم مكان في فرنسا، هل كناليس ده فرانشايز فرنسي ولا لوكال براند ايجيبشن؟ او هو لوكال براند، هو لوكال براند مصري، مفيش براند اللي كان داخل فرنسا، بس احنا حاولنا نبتدي من هنا، يعني ستارت من اسكندريه. يا ترى ايه الاصناف المميزه في كناليس واللي مش هلاقيها في اي مكان تاني؟ تمام، احنا عندنا بعض الاصناف المميزه، بعض الاصناف اللي هي الموجوده سبيشالي عندنا بس مش هلاقيها في مكان تاني، زي قطعه البيري بيري. القطعه دي قطعه مميزه جدا، بتبقى موس فراوله، ده الانجريديانت بتاعها موس فراوله مع موس تشيري، فده بيعمل ماتشنج كويس جدا جدا للي بيدوق القطعه، حاجه كويسه جدا. في عندنا قطعه تانية اسمها كاردينال، كاردينال ده مزيج ما بين البراونيز الموس الكراميل بلاك موس شوكليت نوتيلا، قطعه وهميه اساسا. المكونات اللي حضرتك قلتها دي لما تعمل ميكس هتجنن، مفيش دايت طبعا. مفيش دايت. تمام، دي من بعض القطع المميزه عندنا، بالاضافه طبعا ل في بعض البيسز اللي هي موجوده في اي مكان، بس احنا عملناها بشكل مختلف. طبعا شكل مختلف في الانجريديان وشكل مختلف كمان في الفينشنج عندنا بيبقى مختلف شويه عن اي مكان تاني بره. شايفه فعلا الفينشنج حاجه تفتح النفس، يعني انا اقعد اتغزل الاول في القطعه بعد كده بعد كده ادوق.
منافسه منافسه مع الاخرين، يعني هتلاقي المنافسه قويه جدا جدا في الاسعار، يعني كواليتي كويسه جدا، خدمه كويسه، الاسعار كمان. والله ما قصرت يعني ما قصروش معانا خالص، طعم، نظافه، حسن ضيافه، وسعر على قد الايد. هتستنى ايه؟ يلا قوم واطلب حلويات من حلواني كناليس. مشاهدينا الاعزاء ابقوا معنا. ما زلنا معكم في حلواني كناليس، ومعانا ومعاكم الهيد شيف الخاص بحلواني كناليس، الشيف امير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا شيف امير. اهلا وسهلا. حضرتك اللي بتحط الرسبي لكل الحلويات الجميله الهايله اللي احنا شفناها دلوقتي. الحمد لله بفضل ربنا. بجد تسلم ايديك. ربنا يعزك. تسلم. هل حضرتك كان اول شغل ليك كان في كناليس، ولا اشتغلت في حلويات مختلفه؟ اشتغلت في مصانع كتير في اسكندريه وبره اسكندريه وبره مصر كمان. بره مصر. ممتاز جدا. طيب ايه اللي حضرتك حسيته مختلف في كناليس؟ هو هنا الاداره حريصه دايما على النظافه، وحريصه دايما ان هي تطور المشرفات عندها، ان هي تبعتهم بعثات، ان هي تهتم بمظهر الشغل ومنظر الشغل والنظافه في المكان، فمكان يشجع الواحد يشتغل فيه يعني الصراحه، ومستقبل. انا عرفت كمان ان حضرتك لسه راجع من ماليزيا في دوره تدريبيه في ماليزيا. كان تبع الشغل هنا، بعتونا 3 ايام بيحرصوا ان هم اي حاجه جديده نازله السوق احنا نتعلمها وننزلها في المكان. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك حضرتك. يا ترى السر الطعم الهايل والمميز في حلواني كناليس، قول لنا بقى السر، خلي المشاهدات كده تعرف، يمكن ياخدوا منك حاجه كده يستفيدوا منها. السر الصنع ده؟ لا ده سر الصنع بس. اهم حاجه النظافه في الشغل، وطبعا الخامات اللي احنا بنشتغل بيها خامات عاليه في الجوده، طبعا بتفرق كتير في الطعم معاك. تسلم تسلم ايديك يا شيف، وحمد لله على السلامه. قد ايه مشاهدينا الاعزاء بنبقى مبسوطين لما نلاقي اداره محلات او مطاعم او اداره حلواني رائع زي كناليس دايما متطوره، دايما حريصه على ان هي تشوف الجديد في العالم كله، بتبعت الاستاف اللي معاها وبيبعتوا الشيفات اللي معاهم يسافروا بره ويشوفوا ايه الاحدث عشان يعملوه في مصر ويقدموه في الاخر اجمل خدمه لحضراتكم. مشاهدينا الاعزاء ما زلنا معكم في حلواني كناليس، ابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء ما زلنا معكم في حلواني كناليس، شفنا قد ايه البراند هايل، وشفنا قد ايه الحلويات مميزه جدا. طبعا لازم نعرف مين الاونر، لازم نعرف مين صاحب الابداع ده. صاحب حلواني كناليس هو مستر شريف داوود. بنرحب بحضرتك في البرنامج. اهلا وسهلا يا دكتور، شرفتينا وشرفت اسكندريه كلها، ومش عارف اقول ايه والله. شرفتونا قوي يعني بجد بامانه. مستر شريف، عايزين نعرف من حضرتك، طبعا حضرتك رجل اعمال ما شاء الله ومعروف جدا لناس كتير، ازاي جات لك فكره الباستري او الحلواني، وليه اخترت بالذات كناليس وهو الفكره جايه فرنساوي او جايه من فرنسا؟ والله حضرتك بقى يعني انا هنكلمك بامانه، انا كنت شغال الاول في تصدير المحاصيل الزراعيه، يعني التخصص الاساسي الرز، فبدانا وقف تصدير الرز عشان خاطر برضو مشاكل زراعته وكلام من ده. فعندنا مطوبيس دي يعني حاجه من الحاجات اللي هي مشهوره جدا بالحاجات الحلويات الشرقيه وكده، وعندنا ناس كتير قوي من مطوبيس اصلا كفر، ده مركز تبع محافظه كفر الشيخ في فرنسا، بداوا يتكلموا على مقاطعات في فرنسا بتصنع حاجه زي الكب كيك كده اللي هو الكناليس ده. بس هو طبعا في هناك يعني في فرنسا بيعملوه ببعض انواع خمور وكلام من ده، هنا بقى بدات الفكره ان احنا نعمل الكناليس ده، هو فكره الكب كيك كده بالظبط، بس بدل ما بنستعمل اللي هو الخامات بتاعتهم بره، يعني ايه نشغله شرعي هنا بالنوتيلا بميه موارد، بميه موارد بحاجات بكده، فبدأ شيء طبيعي، مش هتشتغل في منتج واحد عشان خاطر يعني ايه
فبدأت من هنا. أما قصة بقى يعني كاناليز ده هو يعني أكلة أصلا تعتبر أكلة شعبية في بعض مقاطعات كتير أو في فرنسا. طيب حضرتك فكرة ان انت تعمل باستري يعني فكرت فيها ازاي وليه؟ والله هي الشغلانة سهلة، انا بنحب ده من الصناعة. يعني انا عندي يعني عندنا في كفر الشيخ بنحبه حاجة الصناعة، تشغيل عمال، ناس شغالة، كلام من ده، يعني حاجة ممكن يبقى فيها إبداع، ممكن يبقى فيها شيء من الذوق كده، يعني ممكن يبقى فيها مستقبل برضو، خاصة إن كان عندي الإمكانيات. يعني كان عندي مثلا المكان بتاع المصنع موجود، المعدات يعني على قد القدرات المالية اللي هي تتناسب معايا، الخامات بعض خامات كتير او بنفهم فيها اللي هي بتاع المنتج نفسه يعني، وده مرحبا. بالاضافة ان انت مثلا بتحطي جنب منها حاجات سلع اساسية زي الحاجات اللي هي المخبوزات، وده مرحبا. برضو يعني مش هنكتب على نكذب على حضرتك، برضو هي هامش الربح بتاعها معقول، يعني ممكن الظروف اللي صادفت اللي هي بتاعت كورونا وكده اثرت، بس يعني التأثير على الناس كلها مش على موضوع باتستري بس، لا في كل حاجه، لا في كل حاجه. ما شاء الله بجد البراند عند حضرتك مميز جدا يا مستر شريف، واحنا لفينا وشوفنا الفروع وشوفنا قد ايه انتم مميزين، وبجد انتم تعتبروا براند صاحب بسمه مش موجوده في مصر كلها. فكره كمان كناليس والبيكري الفرنساوي وازاي حضرتك تجيبه وتطوره للذوق المصري يعني احنا ممنوع يعني حرام عندنا الخمور، فبالتالي حضرتك طورت. حضرتك رمز مميز جدا ومهم جدا في الصناعه المصريه، ودايما الريس كان بيحس على العمل، واحنا عايزين طبعا مصر كلها تكون زي حضرتك، فحضرتك بجد مثل يحتذى به. برضو دعم يعني احنا محتاجين دعم في حاجات كتير، اسعار منتجات، الخامات اللي احنا بعض الخامات المستوردة اللي احنا بنستعمل قدامها، يعني لو بقت صناعة محلية ايه المشكلة؟ يعني لو بقت بعض الصناعات الخامات اللي احنا بنستخدمها صناعات محلية، يعني في ناس بتقولك مثلا ايه، لا ده انا عايز بعض الشيفات كده زي بتوع الفنادق الكبار والناس دي، يقول لك هنكلمك ندي لك مثال واحد، يعني انا محتاج كريمه براتوس، طب ما الكريمه اللي دي بلجيك مستورده، عايز عمله صعبه تطلع من مصر تروح بلجيك، طب ما عشان ايه؟ طب ما عندنا الكريمه اللباني يعني وحاجه فوق من الممتاز بشويتين ثلاثه، يعني فوق من الممتاز بشويتين ثلاثه، طب ليه ما يبقاش الدعم مثلا ان احنا نزود شويه، يعني ان انا ممكن مثلا واحد فاتح حلواني زي حالاتي ياخد حصه دقيق عشان خاطر برضو زي ما يبقى فيه رغيف عيش يبقى فيه مخبوزات، ممكن يعني احنا عندنا محل على البحر ممكن اطفال صغيره كده في سن ال 11 و 12 سنه يبقى ماشي مع باباه، يبقى هو بيبص للتلاجه كده محتاج الحاجه دي، صدقيني انا بنخش نجيبها له من التلاجه. يعني ما كل الناس بنفسها تعيش في مستويات الناس الثانيه. فلو حضرتك يعني لو حضرتك لقيت الدعم من الحكومة وحضرتك بتطالب أو يعني بتلفت نظر الحكومة إلى أن يبقى في حاجات مدعمة لحضراتكم بحيث أنها تبقى في متناول المواطن المصري. أيوة بالظبط، زي السكر مثلا، يعني أنا لما أروح نشتري السكر من تاجر بتاع تجزئة، ما هو بيفرق عن أن أنا ممكن أنا من كفر الشيخ أن أنا نروح نجيبه من مصنع البنجر بتاع السكر بتاع الحمود،
بيفرق كتير قوي. طب ما هو شيء الفرق ده ما انا ممكن ننزل في سعر المنتج نفسه. انا ممكن ننزل في سعر المنتج نفسه. ممكن نعمل خصم على المنتج في فرق التفريق السعر بتاع السكر من اننا نجيبه من عند تاجر تجزئة. في نهاية فقرتنا مشاهدينا الاعزاء بنشكر مستر شريف داوود صاحب محلات كناليس، وطبعا هو بيوجه رسالة للمسؤولين ان هو بيتمنى ان المنتج المصري يكون من الألف للياء صنع في مصر. بيتمنى أن كل المكونات اللي تكون موجودة في المنتج تكون من الألف للياء صنع في مصر، وبعض الدعم من الحكومة علشان المنتج يوصل لكل الفئات اللي موجودة في الشعب. بنشكر حضرتك مستر شريف، وبنتمنى أن اللقاء يتكرر تاني وتالت ورابع بأمر الله، ويا رب مستقبل أفضل لمصر كلها، مش لكناليس بس أو كده يا رب. اللهم أمين. ومتشكرين جدا لحضرتك، ونتمنى أن كل اللي موجودين ياخدوك مثل يحتزى به. مشاهدينا الأعزاء في نهاية فقرتنا بنشكركم جدا، كنا معكم في حلواني كناليس. كل اللي عايز يتواصل مع حلواني كناليس الأرقام موجودة على الشاشة، وكمان عناوين الفروع ورقم الدليفري. مشاهدينا الأعزاء أشوفكم على خير.